السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوت آدميكيا اسکا لائسن ہے معلوم چلا یا گاری لیکن نہیں معلوم کبھی دم دے گا دم the light when they are going to use the high light I can use it in two places when it is no light at all this is I use it and I use it flashing one time two times three times I use it beside the junction which is there is no light the street light there is no light so you open it to flash it to the people know you are there agar rasta bijli nahi hai high light aadmi gari nahi hai high light use kiya aur nazdeek junction hai use kiya flashing ye aadmi malum gari idhar hai phir lazim flashing use kiya naswaid an al-idaa'a al-dim ما يعرفون متى يستخدمونها يستخدمونها في الشوارع المظلمة أو شبه مظلمة يعني ما فيها تفتقر إلى الإنارة في البار يعني فيها أماكن متقاطعات يعني مظلمة أستخدم فلاشينج علشان تشعر الناس بوجودك الناس يعرفون أن هناك في سيارة جاية فلازم تستخدم الأنوار العالية إذا جات سيارة في وجهك لازم تطفي الليتات العالية عشان ما تضايق عيونه وما يشوف ما يحصل على رؤية جيدة في السيارات اللي جايينك في الجهة المقابلة أتمنى الفيديو واضح ومفهوم ويعطيكم العافية ومع السلامة.